طيب قدرنا نحكي المحاضرة اللي فاتت عن الأوبجيكتس، وحكينا إنه يفترض إنه بدنا نبدأ نفكر إنه كل شغلة بدي أبرمجها بدها تكون عبارة عن أوبجيكت إلها مجموعة من الخصائص، وبتقوم بمجموعة من المهام أو بتأدي مجموعة من الوظائف. تمام؟ فذكرنا إنه أنا عندي البرنامج عادة إنه بيكون في عندي مدخلات وبعمل معالجة وبطلع أنا عندي مخرجات. تمام؟ زي آخر مرة إحنا أخذنا برنامج، أنا عندي المدخل عبارة عن نص مجموعة من الكلمات، والمخرج إنه أنا بدي أطلع عدد الكلمات أو تكرار الكلمات أو الكلمات الأكثر من اللي لها أكثر تكرار. في الأوبجكت أورينتد بدي أطلع على الأوبجكت إنه هو عبارة عن حاوية. إيش بتحتوي؟ بتحتوي على كود وديتا، على كود أكواد وبيانات. تمام؟ فبالتالي البرنامج اللي كان فيه عندي عبارة عن input، هاي البرنامج تبعي بده يكون عبارة عن مجموعة من الأوبجكتس تتفاعل مع بعض وبتطلع أنا عندي output. التفكير بهاي الطريقة بسهل علي التعامل مع البرنامج، بدل ما يكون أنا عندي كل بيانات والعمليات الخاصة فيها إنه مبعثرة أنا عندي في البرنامج، بصعب علي إنه أنا أعدل كود معين. وهاي الشغلة شغلة أساسية، إنه أنا زي كأنه أنا بركب الأكواد على بعض. هاي شغلة كتير مهمة في البرمجة، سواء كنت بتبرمجي بالبايثون أو بي اتش بي أو بدك تشتغلي على اليونيتي تعملي ألعاب، بغض النظر عن لغة البرمجة، إنه أنا أبرمج بطريقة الأوبجكتس بتساعدني إني أركب البرامج على بعض أو الأكواد على بعض. تمام؟ زي السيارة، لما أنا بدي أجي أصنع سيارة، هل بصنعها كلها دفعة واحدة؟ لا، بصنعها أجزاء، والأجزاء هذه بركبها على بعض. وهيك البرامج عندنا يفترض أنه أنا أبدأ أبرمج بطريقة الأوبجيكتس، والأوبجيكتس هذه أركبها على بعض. يعني هنا على سبيل المثال في عندي أوبجيكت أنا عملته بتفاعل مع أوبجيكت تاني، تمام؟ وممكن أنه هو يتفاعل مع الديكشنري والسترينج، لأنه إحنا في الحقيقة إحنا كنا نتعامل مع أوبجيكتس فعليا من أول ما بدينا إنه إحنا نبرمج. زي إيش مثلا؟ زي أنا عندي السترينج، البيانات فيه عبارة عن مجموعة من الأحرف كاركترز. مش إحنا اتفقنا إنه الأوبجيكت هو عبارة عن داتا وكود؟ هاي الداتا في السترينج عبارة عن مجموعة من الأحرف والكود، اللي هي الدوال اللي أنا كنت أستخدمها للسترينج، اللي هي is upper is lower split، كل الدوال المتعلقة بالسترينج. كذلك الليست هي عبارة عن أوبجكت. إيش الداتا تبعتها؟ هي عبارة عن مجموعة من العناصر. العناصر هذه ممكن تكون أرقام أو أحرف أو كلمات، والأرقام ممكن تكون integer float بهذا الشكل. إيش العمليات أو إيش الكود؟ اللي هي الدوال تبعت الليست. إيش أخذنا؟ append extend count sort reverse pop. تمام؟ والديكشنري كذلك طبيعة البيانات فيه إنه مش عناصر فقط، لا، مكونة من شغلتين، key وvalue. تمام؟ والkey والvalue ممكن يكون زي ما ذكرنا في الليست، إنه ممكن تكون أرقام أو أحرف أو كلمات، وكذلك الvalue نفس الشيء، ممكن تكون أي تايب. والكود أنا عندي في الديكشنري أو الدوال اللي مرت علينا، دالة الايتيمز، بوب ايتيم، ابديت، كيز، فاليوز. تمام؟ جيت استخدمناها بشكل متكرر. والتابل حكينا انه التابل هو عبارة عن ليست، لكن شو الاختلاف؟ اميوتابل، غير قابل للتعديل. فبالتالي العناصر تبعته بدها تكون مثل الليست بالضبط، ولكن الكود انا في عندي فقط دالتين. والسبب بالضبط، هاي الدوال ما بتعدل على البيانات، لانه انا عندي داله الابند بتعدل على البيانات، بتضيف عنصر، داله السورت بتعدل عليهم، بتغير الترتيب.
تمام؟ فبالتالي فقط أنا عندي دالة الكاونت ودالة الاندكس. فبالتالي كيف أنا بعرف أوبجكت؟ الليست مثلا الواحد بتساوي ليست، تمام؟ وكيف بدي أستدعي الدالة خاصة بالليست الواحد دوت أبند؟ تخيلوا معايا إنه الدوال هدول كلهم لكل أوبجكت لوحده إنه موجودة زي دوال البيلت إن. مش احنا اتفقنا انه كل اوبجكت له دوال خاصه فيه؟ تخيلوا انه هم موجوده بشكل مبعثر وزي دوال البيلت ان بالضبط، زي داله السم والماكس. بصعب عليك انه انت تستدعي اي داله، ولكن اللي بيسهل علي انه انا بعمل الاوبجكت هذا الواحد دوت ابند، بعمل اول ما اعمل دوت على طول في البي شارب ايش بيطلع لي؟ كل الدوال المتعلقه بهاي الاوبجكت. فبالتالي هنا انه انا اعمل انكابسوليشن او اغلف هاي الكينونات شغله بتسهل علي البرمجه وبتسهل علي اني اركب الاكواد مع بعض، تمام؟ وايش كمان بتسهل علي؟ انه لو على سبيل المثال بدي اعدل كود معين، ما فيش داعي ان انا اطلع على كل البرنامج، بس بحدد الاوبجكت اللي انا بدي اعدل عليه وخلص بنسى باقي البرنامج، خلص بظبط فيه الاكواد حسب المطلوب وبضله يشتغل مع بقيه الاوبجكت بسلاسه. طيب بدنا نتفق على مجموعه من التعريفات، تمام؟ الكلاس اللي هو عباره عن تمبليت، تمام؟ الميثود او مسج هي بتحدد الكابابيلتي تبعت الكلاس. ليش نحكي عليها كابابيلتي؟ على سبيل المثال بسأل الكلاس تبع الليست بحكي له ايش القدرات تبعتك؟ ايش الدوال يعني ايش الدوال اللي موجود عندك؟ برد عليك بحكي لك انه انا بقدر اعمل سورت، بقدر انه انا اضيف لك عنصر، بعمل ابند، بقدر احذف لك عنصر، ريموف اعطيني الاندكس تبعه او اعطيني الاليمنت هذا، بقدر اعمل انسرت اعطيني الاندكس تبعه والفاليو. فهذه عباره عن كابابيلتي، القدرة تبعت الكلاس أو الإمكانيات تبع الكلاس، هي عبارة عن الميثود أو الفانكشن أو المسج. وفي عندي المصطلح هذا اللي هو الفيلد أو الاتريبيوت، هو عبارة بيمثل أنا عندي البيانات في الكلاس الداتا. والأوبجكت أو الانستانس هو عبارة عن particular instance من الكلاس. عشان هيك هدول مترادفات، تمام؟ وبدها تكون عندكم زي السلام عليكم. لما يعني احكي كلاس يعني التمبليت يعني قالب بيحدد المواصفات العامه تبع الكلاس. اوبجكت او انستانس هدول مترادفات، اوبجكت وانستانس هي نفس الشيء، مترادفات يعني كلمتين مترادفتين. فبالتالي ممكن نعرف الاوبجكت انه هو عباره عن انستانس من الكلاس، والعكس صحيح، الانستانس هو اوبجكت من الكلاس. طبعا هاي كلها متعلقه بالبيانات. البيانات ايش ممكن احكي عليها؟ داتا، فيلدز، اتريبيوتس، بروبرتيز، خصائص تبعته، تمام؟ او البيانات تبعته. والكود ايش المترادفات تبعته؟ ميثود، فانكشن، مسج، بيهيفيور، كابابيلتي، كل هاي مترادفات لبعض. طيب خلينا نشوف مثال على الكلاس والاوبجكت. خدنا المحاضره اللي فاتت انه احنا ممكن نعمل ديناصور، وفي الكلاس هو القالب بحدد المواصفات العامه لكل الديناصورات. ايش الها؟ الها ممكن يكون لون، الها هايت ارتفاع، الها وزن، تمام؟ وايش الها؟ بيهيفيور، شو السلوك تبع انه eat، speak او بلاش speak، ممكن attack، walk، تمام؟ فهنا في هذا الاطار بدي اضرب لكم اكثر من مثال انه زي القالب هذا اللي احنا بنستخدمه لصناعة الكوكيز. فبالتالي هذا عبارة عن class وهدول عبارة عن instances من هذا الكلاس، لانه هي بتحدد الشكل العام تبع البسكوتة كيف بدها تطلع، وكل انستانس مزين بطريقة مختلفة، له خصائص مختلفة، تمام؟
مثال تاني. هنا فينا عندي classes وهنا في عندي instances. تمام؟ طبعا ضرب الأمثلة هنا في الموضوع لسه احنا يا جماعة بنحكي في concepts، والconcepts هذه تحتاج لأكثر من مثال احنا عشان نقدر نستوعب ايش يعني class وايش يعني object وايش انه انا بدي اصير افكر فيها. على سبيل المثال في عندي class building وفي عندي class dog وcomputer. نيجي نشوف البيلدينج، نفكر فيه ككلاس، كنوع جديد. ايش 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 ممكن يكون في الكلاس هذا؟ ايش الخصائص تبعته؟ عدد الطوابق، المساحة، عدد المداخل. تمام؟ وفي ايش في عندي instances للمباني؟ مبنى الاي تي، مبنى الادارة. تمام؟ مبنى الاي تي عدد الطوابق مختلف فيه عن مبنى الادارة. عدد المداخل في مبنى الاي تي اكثر من عدد المداخل في مبنى الاداره، عدد المداخل فيه اكثر من مبنى الاي تي. تمام؟ في عندك مبنى طيبه، مبنى القدس. فبالتالي هاي كلها عباره عن instances من نفس الكلاس اللي هو building. تمام؟ في عندك الامباير ستيت، هذا عبارة عن مبنى مشهور في الولايات المتحدة، برضو ممكن يكون انه هو عبارة عن انستانس. الدوغ ككلاس ايش ممكن تكون الخصائص تبعته؟ اللون. تمام؟ خلينا ممكن نشوفه هنا، هاي ككلاس دوغ ايش البروبرتي؟ كلر، اي كلر لون العينين، الهايت واللينث. ايش الفرق بين الهايت واللينث؟ الهايت اللي هي المسافة من هنا لهنا، واللينث اللي هو المسافة من هنا لهنا، الطول تبعه، الطول والارتفاع، والويت. ايش الميثود؟ شو ممكن يسوي الكلب؟ سيت، ممكن انه هو يجلس، ممكن lay down يستلقي، شيك هز اللي في ديله. تمام؟ كم ممكن انه هو يجي، في مثل صغيرها كتير وفي هنا خصائص منها كتير. وهنا رايان هذا عبارة عن instance من الكلاس دوغ. ايش الفاليوز انا عندي؟ ايش الكلر تبع رايان؟ هو ملون، في عنده ملون رمادي مع ابيض مع اسود. ايش لون العينين؟ ازرق مع بني. تمام؟ الهايت 18 انش، واللينث 36، والويت 30. تمام؟ هنا نرجع، هنا في عندي مثال ثاني، كلبة مشهورة اسمها ليسي، مرت عليكم؟ هو عبارة عن مسلسل تلفزيوني. تمام؟ بدأ في الخمسينات ولغاية 2014 أعتقد فيه كان مسلسل، يعني فيلم أنيميشن. تمام؟ الكلبة هذه إنه شجاعة وبتساعد وبتعمل وبتسوي، كل حلقة بيكون فيه لها قصة معينة. كمبيوتر ككلاس، فكروا معي إيش الخصائص تبعت الكمبيوتر؟ سرعة المعالج، حجم الرام، الهارد ديسك، حجم الشاشة، إلى آخره من المواصفات. بدي الانستانس تبع الكمبيوتر تبعك، إيش بصير تحكي؟ تحكيش سرعة معالج، تحكي أنا عندي كور i7 سرعته 2 جيجا هرتز، والرام أنا عندي 8 جيجا، والهارد ديسك أنا عندي SSD 500 جيجا. تمام؟ 1 تيرا SSD 1 تيرا؟ لا مش SSD. تمام؟ فبالتالي هاي مواصفات كمبيوتر. حدا تاني ممكن عنده مواصفات مختلفة، كور i3 والرام 4 جيجا مواصفاته أقل شوي، الهارد ديسك 320 جيجا. تمام؟ فبالتالي إنه هاي instances مختلفة. سيارة،
شو ممكن يكون انا عندي خصائص تبعت السياره؟ لاحظين انه احنا بنفكر في اشياء مختلفه وبنصير نفكر فيها كاوبجكت، صح؟ تمام. فبالتالي انه بدنا نشوف السياره انه لها نوع، تمام، انه فيها بنزين، تمام، قديش اقصى سرعه في العداد انا عندي، ايش لونها، قديش بتستهلك، تمام، والميثود ريفيول بعبي بنزين، جيت فيول بشوف قديش مستوى البنزين انا عندي، تمام، ست سبيد وجيت سبيد بتحدد السرعه وجيب لي السرعه الحاليه، ودرايف انه تسوق. ايش في عندي انستانسز؟ سيارات مختلفه زي البي ام دبليو، تمام، والبي ام دبليو ممكن يكون في عندي انستانسز مختلفه، في عندي بي ام دبليو حمراء، في عندي بي ام دبليو بيضاء، تمام. ايش في كمان؟ كايا ولا كيا؟ طيب عارفين الماستنج، البورش سمعتوا فيها، والفيراري اكيد سمعتوا فيها، مرسيدس ولا مرسيدس، تمام، والمازدا، والستروين، لا. طيب المازدا ياباني، ستروين فرنسي، مرسيدس، مرسيدس ايش؟ مرسيدس، مرسيدس الماني، فيراري ايطالي، البورش مش عارف، ماستنج هذه فئة من فئة الفورد، والفورد سيارة أمريكية، كايا، كايا شو؟ زي بلد السامسونج، شو بلد السامسونج؟ كوري، تمام؟ والبي ام دبليو، بي ام دبليو الماني، تمام؟ خلي بالكم حسألكم في الامتحان. طبعا كذلك المحاضرة اللي فاتت حكينا عن مثال، نعم، في عندكم في البيت القالب تبع المعمول هو الكلاس، بيحدد شكل المعمولية وكم انستانس انتم بتسووا كتير، تمام. يبقى من هذا القالب انت بتعملي انستانسز عديدة زي هيك، ومدام ذكر المعمول لازم نحكي عن القهوة، لانه بدنا نعتبر انه القهوة هي عبارة عن اوبجكت كذلك، لانه بياكل المعمول لوحده لا مش صح، معمول لازم يكون في معاه حاجة. هنا لاحظي انه القهوة انه انا بدي افكر فيها انه هي كأوبجكتس، انه هذه أوبجكتس بتتفاعل مع بعض. لاحظي الفنجان هذا كيف التقليمة تبعته، نفس تقليمة المعمولية، تمام، والفنجان مليان، وهنا الفنجان انا عندي النكشة تبعته بتختلف بس نصه، وهنا انا عندي الفنجان فيش عليه نكشة سادة، تمام، وهنا هذه الحق انه الفنجان مليان والمعمولية نصها، تمام. فهذه كلها اوبجكتس تتفاعل مع بعض، وانت في حد ذاتك اوبجكت بتتفاعلي مع المعمول والقهوة، وكذلك مثال student كclass، تمام. حكينا انه ايش المواصفات او الخصائص العامة للstudents، له رقم جامعي، في له اسم، في له تخصص، تمام، والكود
الدوال اللي هي study, eat, walk, speak, sleep. وشفنا particular instances من هذا الكلاس انه عندي احمد رقمه الجامعي 1/2018/1/1/2/2 تخصصه مالتي ميديا. طبعا هذا الطالب مش موجود. والانستانس الثاني 1/2018/3/3/4/4 محمد تخصصه تطوير برمجيات اسديف. تمام, فهذه instances مختلفة, وانتو كل واحدة فيكم عبارة عن instance من الكلاس student. طيب نيجي نشوف sample class كيف نبرمجه. عشان ابرمج class بكتب class. الكلاس هذه عبارة عن keyword في البايثون بتحدد انه انا بدي اعرف كلاس زي الدف. دف بتعرف انه انا بدي اعرف داله. بكتب اسم الكلاس. الكلاس هنا في المثال تبعنا بارتي انيمال, هو عباره عن حيوان بيحتفل. تمام, وايش اتفقنا؟ انه احنا بدنا نعرف شغلتين في الكلاس, الكود والديتا, البيانات الخصائص تبعت الكلاس. هنا في البيانات بدي اعرف كم مره بيحتفل. طبعا انيشيالي انه بيحتفل زيرو من المرات. وهنا عند جزئيه الكود بعرف هنا بعرف دالة أو behavior أو method أو capability لهذا الكلاس إنه في عنده القدرة إنه هو يعمل party. شو بياخد؟ self. شو معنات self؟ الأوبجكت نفسه. هرجع أشرح لكم إياها. self هي عبارة عن مؤشر على نفس الكلاس, على نفس الأوبجكت يعني. تمام؟ وشو كمان؟ انه بدي اسوي انه هو لما بده يحتفل بدي ازود الكاونت بواحد. فكيف بدي اصل للبيانات تبعت الكلاس؟ برضه باستخدام السيلف. فهنا السيلف دوت اكس. ايش المقصود بالسيلف دوت اكس؟ انا بقصد انه هاي الاكس. نعم, ايش بتساوي؟ سيلف دوت اكس زائد واحد, بزود عليها واحد. تمام, وشو كمان بسوي؟ بطبع على الشاشة انه so far كم مرة احتفل self.x. واضح؟ حكيت في تعريف الكلاس في عنا ثلاث شغلات, بعرف اسم الكلاس وبعرف البيانات وبعرف الكود. ايش الكلاس اللي بدنا نعطيه هنا كمثال؟ هو عبارة عن party animal, هو عبارة عن حيوان بيحتفل. طبعا هاي الشغلات انا احنا بناخدها شوي شوي وبدنا نفهم concept. تمام, نحكيش هنا عن real application. فبدك تخلي مخيلتك شوية. تمام, انه تتخيلي معايا انه في object او في class اسمه party animal, هو عبارة عن حيوان والقدرة تبعته انه الحيوان هذا بيحتفل, وبدنا نخلي البيانات تبعته انه عدد مرات الاحتفال, كم مره احتفل اكس. تمام, وبدنا نخلي في عنده ميثود واحده. نبدا واحده واحده. ميثود واحده ايش هي؟ بارتي, انه يعمل حفله. تمام, بس كمثال هنا حددنا انه البيانات بتساوي زيرو, وهنا في البارتي لازم اعطي له سيلف لانه هاي الميثود بتاخد الاوبجكت بنفسه. تمام, هرجع اشرحها تاني. وهنا في عندي شغله اساسيه, بدي اصل البيانات المتعلقه داخل الكلاس بستخدم سيلف دوت اكس. ايش معناته؟ انا بقصد هاي الاكس. سيلف عارفه شو يعني سيلف؟ نعم, نفس الكلاس دوت
اكس يعني الاكس اللي تابع للكلاس ببساطه. لا الاكس هنا راح تكون مختلفه عن السيلف دوت اكس. طب هي هتزيد الاكس اند الاكس بس انت ايش بدك تعملي؟ انه اذا انت عملتي اكس معنى ذلك انه انت ما بتقصدي انه الاكس هاي الاكس بتساوي سيلف دوت اكس، انه انت ما بتقصدي. احنا بنعمل اساينمنت صح؟ حكيتي اكس بتساوي سيلف دوت اكس، فالاكس انت حتغزني فيها وهي حتكون عباره عن لوكال فاريبل تابع على الداله ومش حتكون نفس الاكس هاي. بس هي حتزيد عليك يعني. حتزيد على الاكس هاي؟ حتزيد على الاكس بس مش الاكس هاي. طيب خلينا ننزل تحت شويه. هو شوفوا الامور مع الوقت انه بتوضح شويه شويه. طيب خليني اورجيكم كيف شكل انه احنا كيف نعرف اوبجكت، وبعديها حنرجع لموضوع السيلف لانه موضوع اساسي. الان كيف احنا بنعرف الاوبجكتس اللي احنا تعودنا عليهم سابقا؟ كيف بنعرف ليست؟ الواحد بتساوي ليست بين قوسين، دي واحد بتساوي دكت بعرف ديكشنري. كيف بدنا نعرف الكلاس اللي احنا عرفناه؟ اسم الكلاس بارتي انيمال، هاي هذا هنا عرفنا اوبجكت من الكلاس تبعنا، انستانس من الكلاس تبعنا، مش احنا عرفنا القالب؟ تمام. هي كلاس عرفنا التمبليت او الكلاس بارتي انيمال، بدي اعرف منه انستانس، بروح بعرف هنا متغير انا بختار اسمه زي ما انا بدي، تمام، بيساوي اسم الكلاس بين قوسين وحط قوسين. واضح؟ واضح يا جماعة؟ هنا شو عرفت؟ عرفت انستانس من الكلاس بارتي انيمال. لا عرفت، مش احنا هنا عرفنا ليست فاضيه؟ احنا انا هنا في الجمله هاي بقدر اقول ان انا استدعيت ليست؟ لا عرفت ليست. قال واحد اسم انا اخترته، ايش بتساوي؟ ليست. فبالتالي هي عباره عن انستانس من الكلاس ليست. هنا ايش الانستانس؟ قال واحد. ايش الكلاس؟ ليست. هنا ايش الانستانس؟ دي واحد. وايش الكلاس؟ ديكشنري. تمام. وهنا برضه نفس الفكره، ما دام احنا عرفنا كلاس جديد بدنا نصير زي الليست والاوبجكت والديكشنري، بده يكون في عندنا قدره ان احنا نعرف كلاس برضه. هينا عرفنا كلاس هيو في هذا الكود، كيف بدنا نعرف منه انستانس؟ بنفس الطريقه بالضبط، بروح بعرف متغير او اسم متغير الاسم اللي انا بدي اياه، اي ام اختصار يعني انه اول initials من animal، او ممكن هاي اي واحد. ايش بتساوي؟ اسم الكلاس وقوسين زي هيك. اسم الكلاس هيو هنا احنا اوريدي عرفنا، تمام. فبالتالي في هذا السطر اللي هو سطر ثلاثة هنا احنا عرفنا instance من الparty animal. تمام. كيف بدي استدعي method تاب على الليست؟ طيب بعمل زي هيك الواحد دوت append ثلاثة، تمام، الكلاس دوت الميثود. واحنا ايش في عندنا ميثود في الكلاس تبعنا؟ بارتي. كيف بستدعيها؟ احنا اتفقنا انه الاوبجكت تبعنا اي واحد دوت بارتي، او هنا احنا هي اي واحد دوت بارتي.
فبالتالي انه بنطلب من الانستنس تبعنا او الاوبجكت تبعنا انه احتفل. ايش راح يصير؟ راح يزود على عدد المرات اللي احتفل فيها واحد، تمام؟ وراح يطبع على الشاشة كم مرة احتفل، صح؟ خليه يحتفل كمان مرة. بالضبط. مش احنا، انا عندي الليست هي عبارة عن بيانات، والميثودز هذه بتعدل عن البيانات هذه. وهنا نفس الفكرة، انا عندي في الكلاس بارتي انيمال عندي بيانات، وهنا في البارتي بتعدل على البيانات الخاصة في الكلاس هذا، انه كل مرة بتزود البيانات هذه. ايش المش واضح عندك يا استاذ؟ ليش حطينا ايش؟ بورجي لك انه بالمثل، انه زي ما احنا في الليست تعودنا انه احنا نستدعي ميثود في التاب على الليست، كيف بنسوي؟ الواحد دوت ابند. بالمثل في الكلاس تبعنا اللي احنا عرفناه اسم الانستانس A1 دوت اسم الميثود بارتي، تمام؟ في شيء ثاني مش واضح؟ خليه يحتفل كمان مرة. هاي one more time. نعرف instance ثاني. هاي هنا. نعرف instance ثاني. A2 بتساوي party animal باسم الكلاس. عرفنا instance ثاني. هذا كم مرة احتفل؟ زيرو من المرة. خليه يحتفل. احتفل مرة واحدة. أما A1 كم مرة احتفل؟ ثلاث مرات. فهذا instance منفصل تماما عن الانستانس الثاني، تمام؟ كيف؟ نفس الميثود، نفس، هما من نفس الكلاس، بس هذا احتفل مرة واحدة وهذا احتفل ثلاث مرات، صحيح، تمام؟ زي ما انتو كستودنت احنا عرفنا انه في رقم جامعي، في اسم، كل واحدة فيكم إلها رقم جامعي مختلف، كل واحدة فيكم إلها اسم مختلف، ممكن تكونوا من نفس الديبارتمنت. فالفكرة انه كل انستانس بياخد قيم مختلفة من الخصائص تبعت الكلاس، تمام؟ اذا في عندكم سؤال لا تترددوا في انك انه انت تسألي. اللي تحت فهمتوه بس ايه؟ هاجت كمفهوم كلاس وانستانس واضح عندك؟ احنا بدنا نيجي، خلص بدنا نيجي للجد، بدنا نبرمج. كيف بدنا نبرمج كلاس؟ كيف بدنا نعرف كلاس؟ بكتب كلاس، كيف بعرف دالة؟ ديف اسم الدالة. كيف بعرف كلاس؟ كلاس اسم الكلاس. نقطتين، تمام؟ هاي النقطتين. لاحظوا الانتنديشن تبع هاي الاسطر كلها ايش؟ تابع للكلاس، تمام؟ يبقى هذا الكلام كله تابع للكلاس، بما في ذلك البيانات والدوال. في الكلاس انا ايش بعرف؟ اسم الكلاس، وايش كمان؟ البيانات والكود. مش احنا حكينا انه الكلاس هو عباره عن كود
وبيانات او داتا وكود، فلازم اعرف هاي الجزئيات. بدي اياكم تتخيلوا معايا انه في عنا اول مثال لسه بدنا ناخده، انه المثال تبعنا انه بدنا نتخيل عنا كلاس صغير هو عبارة عن حيوان، والحيوان هذا بيحتفل، عنده قدرة انه يعمل شغلة واحدة بس، انه هو يحتفل. ايش البيانات؟ بدنا نسجل في هاي البيانات عدد المرات اللي احتفل فيها X. هاي فبنعرف هنا هاي الجزئية انه البيانات التابعة للكلاس X بتساوي 0. ايش هي اللي صفر؟ لازم مش لازم تعرفيها في متغير؟ احط هيك صفر بس؟ لا مش هيك قصدي، هو حيعرف انه طب ما هيها initially zero. هنا انا اعطيتها قيمة. والقيمة الابتدائية zero. يبقى الانيمال هذا احتفل zero من المرات. تمام؟ هاي البيانات تبعته. نيجي للكيبابيليتي، ايش تقدر تسوي؟ قال بقدر احتفل. كيف بدنا نعرف الكيبابيليتي هاي؟ في داله. تعريف الداله زي ما هو ديف، اسم الداله بارتي. تمام، خلينا من السلف الان. السلف للداله خلينا منه، حنرجع له. حنيجي الان ل البيانات هاي. بدي اصل لاي بيانات تابعه للكلاس لازم اصلها من خلال السيلف. لما احكي سيلف دوت اكس معنى ذلك انه انا بدي الاكس التابعه لنفس الكلاس. لو ما استخدمت السيلف معنى ذلك انه انت بتعرفي متغير تابع للداله مش تابع للكلاس. هاي المقصود هنا. اوضح لكم. هاي في عندي دالة اف واحد، تمام؟ هنا حكيت اكس بتساوي 10، هذا المتغير تابع للدالة local variable، متغير محلي يعني محلي على مستوى الدالة، على مستوى دالة اف واحد. هنا بطبع الفاليو تبعته اكس بتساوي اكس. هاي تعريف الدالة. خلينا نشغل. استدعيناها، شو سوت؟ طبعا لما نحكي له هنا برات الدالة احكي له print x، شو بتتوقع النتيجة؟ name error. ليش؟ الاكس هذا جوات الدالة، برات الدالة انا بعرفش الاكس، تمام؟ فعشان هيك انا بدي احكي له انه انا بدي اصل لمتغير خارج الدالة تابع للكلاس، بقول self.class. لانه ما عرفناش الاكس هو حتى لو عرفناها مش احنا حكينا انه فكري معايا الكلاس كمان مره من ايش بتكون؟ بيانات ودوال، تمام؟ فالبيانات سكشن لحال والاكواد او الدوال سكشن لحال. انا بدي اصل لبيان معين او لديتا معينه لازم اصلها من خلال السيلف. أنا بقصد الإكس التابعة للكلاس هذا، تمام؟ فهنا لما أحكي سيلف دوت إكس معناها أنا بقصد إنه الإكس التابعة للكلاس بارتي أنيمال. بدل ما كل مرة أنا أكتب بارتي أنيمال دوت كذا وعرفت كلاس ثاني الكار وأقول الكار دوت كذا، لا، بنعرف كيورد بتسهل علينا في البرمجة اسمها سيلف. ايش السيلف؟ هي عبارة عن مؤشر على نفس الكلاس، تمام؟ فهنا السيلف دوت اكس اتفقنا انه بقصد فيها هاي الاكس. ايش بدنا نسوي فيها؟ بدنا نزود عليها واحد وبدنا نطبع القيمة تبعتها. بسيط الامر، تمام؟ احسن؟ طيب نيجي الآن للسيلف تبع الدالة.
السيلف دوت اكس في عندكم فيها مشاكل؟ تمام. السيلف اللي احنا مررناها في الداله هنا ايش حكينا؟ ديف بارتي وبتاخد باراميتر سيلف، وكأنه انا بقول انه هذه مكافئة ل، يعني انا عندي هنا A1 وهنا انا عندي A1 dot party. نعم، يعني هنا ايش سويت؟ A1 dot party استدعي لي الدالة بارتي لمين؟ للأوبجكت A1، وكأنه بقول من الكلاس هذا استدعي لي الدالة بارتي وأعطي له A1، نفس الأوبجكت، مرر حالك لنفس الدالة. تمام؟ فبالتالي كل الدوال التابعة للأوبجكت أو للكلاس عفوا بدها تكون سيلف. ايش يعني؟ وكأنه انا بمرر الاوبجكت نفسه لنفس الداتا بهذا الشكل. لاحظوا هنا ايش راح يصير؟ صفر أربعة صفر خمسة بالضبط، نفس الاستدعاء بالضبط. تمام؟ فبالتالي هاي زي كأنه انا بقول له استدعي البارتي ومرر له اي واحد، نفس الاوبجكت ياخده. تمام؟ زي الايش؟ ايش هي؟ ذس. نعم، نفس الشيء بالضبط. وفي الجافا برضه ذس. في البايثون قالوا بدنا نحكي عنها سيلف. يعني هاي برضو حتمر عليكم في لغات برمجة تانية، عندك بالجافا والبي اتش بي هذا المؤشر اسمه this، هذا الكلاس، هذا الكلاس دوت، لكن هنا self دوت نفسي دوت كذا، نفس الكلاس. تمام؟ وضحت السلف تبعت الدالة؟ موضوع بسيط. تمام؟ يبقى هنا عادة لما احنا بنعرف دالة ايش بدنا نعطيها؟ سيلف، نفس الاوبجكت، تاخذ نفس الاوبجكت. نعم. دائما بنحطها سيلف ومعناها انه احنا بنمرر الاوبجكت لنفس الدالة. تمام؟ بالنسبة لللوكال فاريبل، اوكي احنا استوعبنا الموضوع وحكينا انه نيم ايرور، انه الاكس از نوت ديفايند لانه الاكس معرفه جوات بالضبط. فعشان هيك شفنا اهميه السيلف في الموضوع، انه انا بصل للبيانات التابعه للكلاس. نيجي الان، في حدا عنده اسئله لغايه الان؟ نيجي الان لموضوع انه احنا لما عرفنا كلاس عرفنا تايب جديد. مش احنا لما كنا نعرف انتجر ايش التايب تبعه بيكون؟ انت، سترينج بيكون اس تي ار، فلوت فلوت، والليست التايب تبعه ليست. يعني هنا شو التايب تبع ال1؟ مش احنا معرفين ال1 عباره عن ليست. طيب اي واحد بارتي انيمال، خلينا نشوف النتيجه. خلينا احطها في جملة برنت عشان يطلعوا تنتين. افتح الشباك يا مصر. افتح الإكزاز. تمام؟ فهنا التايب تبعه انه هو كلاس ليست، وهنا كلاس بارتي انيمال.
هذا انه عشان هو اصلا بيلت ان معرف في البايثون، وهذا احنا عرفناه. تمام بالضبط، هاي اسم نفس اسم الكلاس، مش احنا عرفناه هنا بارتي انيمال، هنعرف كلاسز ثانيه بس خلينا نشوف. انتوا اكيد قاعدين بتقولوا وين ايام برمجه واحد. طيب ايش في عندي دوال؟ ما دام انه هو تايب، معنى ذلك في له دوال. ايش الدوال تبعته؟ كيف نعرفها؟ بالدي اي ار. ايش في عندي من ضمن الدوال؟ بارتي. تمام؟ وهنا انا عندي الاكس. في عندي شغلات كثيره وحنركز على الانت. الدوال تبعت الاندر سكور هينا بدينا نتعامل معها. كنا ناجل فيها ناجل فيها ناجل فيها، خلاص اجى وقتها. تمام؟ كيف ممكن اعمل اكسس للفيلد في الكلاس؟ ايش الفيلد انا عندي؟ البيانات الاكس. ممكن اعمل طباعه لإله. ار هو اي واحد. تمام؟ ممكن اعمل له اساين، اعدل القيمه تبعته. وهنا ارجع اطبعه ثاني. هنا صار انه احتفل 10 مرات، وهنا نطبع القيمة تبعته 10. تمام؟ واستدعاء الدالة شفنا انه اي واحد دوت بارتي. تمام؟ عشان هيك انا عندي موجود زي هيك. وبالمناسبة انت عندك في البي شار راح تلاحظي هاي الشغلة، انه في البي شارب بيساعدك بشكل كبير، انه بعرف لك كل واحد عبارة عن ايش في كل كلاس. شوف يا أستاذ، هنا لما أخذ تعريف الكلاس هذا وهنا اعرف اي واحد بتساوي party animal، لما احكي اي واحد dot وبس يخلص يعمل indexing هنا.
طيب اوكي، عبر ما نخلص indexing هرجع على هاي النقطة. خلينا هنا نيجي الآن للconstructor والdestructor. صوت يلا. في أنا عندي في الأوبجكت في عندي life cycle زي البني آدم بالضبط. إيش اللايف سايكل تبعته؟ بنولد قبل ما يموت، بدخل في مرحلة الشباب وبعدين مرحلة الشيخوخة، بعدين بيموت. ممكن في مرحلة الشباب يموت على طول، تمام؟ وهنا في الأوبجكت نفس الإشي. يبقى الأوبجكت بتم إنشائها بالأول، بتم استخدامها وبعديها بنعملها ديسكارد، نلغيها. يبقى مرحلة الإنشاء، مرحلة الاستخدام، مرحلة الإلغاء، تمام؟ فعندي ميثود خاصة بتساعدني لإنشاء الأوبجكت، وبتساعدني عشان أعمل إنهاء للأوبجكت اللي هي اسمها constructor وdestructor. constructor البناء وdestructor العكس تبعها، بعمل شطب أو إلغاء للأوبجكت، تمام؟ إيش الدالة اللي بستخدمها عشان أعمل construction؟ اللي هي الconstructor. بالمناسبة الconstructor مستخدم بشكل شائع، سجلي عندك ملاحظة، يعني شائع استخدامه، بينما الديستراكتور نادر ما يتم استخدامه. ليش؟ لأنه نادر ما أحتاج أنه أنا أسوي شغلات معينة قبل ما أشطب الكلاس أو أشطب الأوبجكت عفوا. ففي الغالب أنا بستخدم الكونستراكتور أكثر بكثير ما أنه أنا بستخدم الديستراكتور. إيش وظيفة الكونستراكتور؟ سجلي عندك الوظيفة الرئيسية للconstructor هي يعمل لي object ويعمل لي initialization للvalues المتعلقة بهاي الobject. كمان مرة، الconstructor الوظيفة الأساسية له هي إنشاء object وإعطاء قيم ابتدائية initial value للقيم او البيانات المتعلقه بهذا الاوبجكت. مش حكينا انه في الاوبجكت في له داتا، بدنا نعملها انيشلايزيشن، او بمعنى اخر نعمل انيشلايزيشن للاوبجكت، تمام؟ عشان هيك هاي الداله اللي بدنا نستخدمها في كونستراكتور اسمها init. init جايه من الانيشلايزيشن. كيف بستخدمها؟ هي بتكون معرفة موجودة، تمام، ولكن فاضية. فإحنا الآن إيش بدنا نسوي؟ بدنا نعرفها، بدنا نعرفها ونحط فيها كود. لحظة هنا معي، نفس الكلاس، هاي البيانات X بتساوي 0، تمام؟ وإيش عملنا؟ هنا init. كيف بعرف الانت؟ def underscore underscore init، كمان مرة underscore underscore. شو بتاخد؟ نفس الأوبجكت. إيش هاي الدالة اسمها؟ constructor، تمام؟ إيش بتعمل؟ initialization. init جاي يعمل initialization. هنا إيش سويت في هاي الدالة؟ فعليا أنا ما عملتش، ما أعطيتش قيم ابتدائية للإكس،
بس حطينا فيه جملة طباعة عشان أعرف إنه متى بيتم استدعائه. متى بيتم استدعاء الأوبجكت؟ أول ما يتم تعريف الأوبجكت. مين اللي مش فاهم؟ حاجات مفهوم الكونستراكتور مفهوم عندك؟ تمام؟ كيف بدي استخدم كيف بدي 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 بدي, بدي استدعي الكونستراكتور لكلاس معين؟ بدي اعمل كونستراكتور لكلاس معين، كيف بعمله؟ في عندي دالة موجودة هي اصلا في الكلاس ولكن فاضية، فأنا بروح بعرفها وبحط فيها كود. ايش اسمها هاي الدالة؟ init. تمام؟ شو بتاخد؟ self نفس الكلاس. وهنا احنا فعليا ما اعطيناش قيم ابتدائيه للاكس، بس مجرد ان احنا بدنا نعرف انه فعلا تم استدعائه، بس جمله طباعه. ايش طبعت؟ I am constructed، تم انشائي، انه الاوبجكت بيحكي عن نفسه. تمام؟ وهي داله البارتي زي ما هي بدون اختلاف. والديستراكتور هاي برضو بنعرفه، ايش اسمه؟ ديل، جاي من ديليت. اندرسكور اندرسكور ديل اندرسكور بياخد سيلف برضو نفس الاوبجكت، وهنا بيحكي اي ام دي كونستراكتد، انا انشطبت. وبطبع هنا قيمه الاكس. يبقى ببساطة لو احنا بسطنا الموضوع انه عرفنا وظيفة الكونستراكتور وظيفة الديستراكتور. وظيفة الكونستراكتور ايش؟ يعطي قيمة ابتدائية للبيانات تبعت الكلاس. الديستراكتور بشطب الكلاس. كيف بعرفهم؟ في عندي دالة الكونستراكتور اسمها init ودالة الديستراكتور اسمها del. بشطب الاوبجكت. بشطب الاوبجكت، نعم. تمام؟ طيب متى بيتم استدعاء الكونستراكتور؟ هنا في هاي الجملة. أول ما استدعي أعرف أوبجكت، مش إحنا هنا في هاي الجملة بنعمل define لحظة التعريف لوحده بروح بستدعي الانت، أنا ما بستدعيها. لوحده بروح بستدعي الانت. انا هنا حطيت فيها جمله طباعه عشان تعرف انه فعلا تم استدعائها. لاحظوا الاوتبوت I am constructed اللي هي نفس هاي الداله في داله الانت. يبقى متى تم استدعاء الكونستراكتور؟ لحظه انشاء او لحظه تعريف الاوبجكت. تمام؟ هلقيت بعد شوي حنشوف حنعدل على هذا الكود ونعطي له قيم ابتدائيه. هنا بس اوضح انه فعلا تم استدعائه لوحده. تمام؟ طب الديستراكتور ليش ما تمش استدعائه؟ ما شطبنايوش، لسه موجود، بدليل انه انا ايش ممكن اسوي؟ هنا ممكن اطلب منه انه يعمل بارتي. لسه موجود. فعليا البرنامج ما انتهاش. لما ينتهي البرنامج البايثون بروح بعمل شطب للكلاس وبروح بستدعي دالة الدل. هاي الشغلة مش هتلحق تشوفيها، عشان هيك انا بدي اخليك تشوفيها كيف. زي ما تعودنا بنحطها في سكوب، زي ما شفنا الفاريبل اكس انه السكوب تبعه بس ضمن الدالة. وهنا نفس الفكرة، هنا بنعرف دالة F1 بعرف فيها الأوبجكت هذا اللي هو Party Animal، فايش حيعمل له Construction و Destruction بعد ما ينتهي استدعاء الدالة. حكيت أنا بدي أورجيكم الـ Destructor كيف بدي أعملكم إياها؟ زي ما عملنا هنا.
مش احنا عرفنا الاكس وطبعناها استدعينا الدالة تمام؟ وبعد ما استدعيناها وبدنا نطبع قيمة الاكس قال لي الاكس مش معرفة، ايش معناها؟ انه هو عرف الاكس طبع قيمتها وراح لغاها. ليش؟ لانه انتهى يعني انتهى استدعاء الدالة والسكوب تبع الاكس ضمن الدالة. وهذا الاشي برضو حنعمله مع الاوبجكت. فحعرف الاوبجكت ضمن سكوب الدالة تمام؟ السبب في ذلك عشان تشوف الكونستراكشن والديستراكشن سوا. شوفي كيف. هاي تعريف الدالة وهي استدعاء الدالة. تم استدعاء الديستراكتور ولا لا؟ تم استدعاءه، ليش؟ ايش السبب؟ موجودة ضمن سكوب الدالة فبالتالي عمله وشطبه. هيك شفنا الشطب. اما في الاول احنا لسه هينا قاعدين ما انهيناش البرنامج، مش قادرين نشوف الشطب. فانا بس بدي اورجيكم انه استدعاء الديستراكتور كيف بيكون. يبقى الكونستراكتور عند الانشاء، الديستراكتور عند الشطب. واضح يا منال؟ واضح؟ مفهوم؟ ايش هو اللي مش فاهمه يا استاذ؟ بسال فيك ايش هو اللي مش فاهمه؟ الكونستراكتور والديستراكتور؟ ايش في عندك اشي مش واضح؟ تعريف الكونستراكتور؟ صوت يا استاذ. الان الكونستراكتور وظيفته معروفه، حكينا عنه، واضحه بالنسبه لي. الديستراكتور بشطه تمام. طيب احنا فهمناه كمفهوم، كيف بدي اعمله في الكود؟ كيف بعرف كونستراكتور لكلاس؟ بالضبط، بعرف داله اسمها انت للكونستراكتور، وداله هذه الشغله ثابته، هاي الشغله ثابته في اي كلاس. لو احنا بدنا نبرمج كلاس ثاني بدي اعرف الكونستراكتور لإله، برضه بعمل def init. بدي اعرف destructor def del. هجيت انا هنا بس للتوضيح للشرح حطيت جمل طباعه بس عشان تعرفوا انه تم استدعائه. متى بيتم استدعائه؟ متى بيتم استدعاء الكونستراكتور؟ لحظه تعريف الاوبجكت. هاي زي ما شفنا هنا، اول ما عرفته لحاله راح استدعى الانت. انا استدعيتها؟ لا، لوحده راح استدعاها. طيب ودالة الدل متى بيتم استدعائها؟ عند الشطب. عشان هيك انا حطيت لك اياها هنا جوا دالة عشان تشوفي مرحلة الانشاء والشطب، وفعلا انه انت تكوني فاهمة انه الانت بيتم استدعائها لوحدها، او الكلاس بيستدعي او الاوبجكت بيستدعي الانت لوحده لحظة الانشاء، والدل لحظة الشطب. تمام؟ واضح؟ يا حدا عنده سؤال؟ طيب نشوف الان الكونستراكتور كيف بدنا نعطي له قيمة؟ كيف بدنا نعطي قيمة للبيانات؟ نفس الكلاس، ايش انا عندي تغير في البيانات؟ الاكس بتساوي زيرو وزي ما هي حطينا نيم. هنا بدنا نحط كم مرة احتفل، وبدنا نشوف الانيمال هذا بدنا نعطي له اسم. تمام؟ دالة الانت ايش اللي اختلف فيها؟ بالاضافة للسيلف ايش اعطينا له؟ زد. كيف بدي اعطي قيمة ابتدائية للنيم؟ سيلف دوت نيم. أنا بقصد النيم التابعة للكلاس. تمام؟ سيلف دوت نيم بتساوي زد اللي احنا مررناها. تمام؟ وهنا عشان تعرفوا انه تم الاستدعاء فعلا بدنا نحط جمل طباعة. الأصل ما احطش جمل طباعة، بس هنا أنا بحطها للتوضيح وللشرح. إيش بدي أطبع؟ سيلف دوت نيم كونستراكتد. انه الاوبجكت بالاسم هذا تم انشاؤه. دالة البارتي زي ما هي، بس ايش ضفنا؟ بالاضافه لطباعه السيلف دوت اكس بدنا نطبع
سيلف دوت نيم. كيف بمرر الباراميترز للكونستراكتور؟ وين بمررها؟ هنا. يبقى هنا عرفت دي بارتي انيمال، الجثين الفاضيات هدول صرت اعبيهم بالباراميترز. يبقى هذا الباراميتر وين حيروح؟ للزيت في دالة الانت لوحده حيعمل هذا الاشي، والزيت حتروح لمين؟ للنيم. تمام؟ وهنا اوبجكت تاني هورس راح تروح للزيت، والزيت راح تروح للنيم. يبقى هيك فعليا احنا استخدمنا الكونستراكتور بشكل صحيح، انه احنا نعمل initialization للبيانات تبعت الكلاس تبعت الاوبجكت. تمام؟ نشوف كيف. اول بدي اشغل هاي، بعدين هاي. شايفين ديناصور constructed؟ وين هاي الجمله؟ هايها في الكونستراكتور self.name constructed. يبقى الاوبجكت الاول ديناصور constructed، horse constructed. تمام؟ وهنا الديناصور كم مرة احتفل؟ مرتين. والهورس احتفل مرة. يبقى هاي أول مرة احتفل الديناصور، بعديها احتفل الهورس، بعديها الديناصور، هاي الكاونت تبعه صار اثنين. كل واحد أوبجكت منفصل، قيمة الإكس لكل واحد مختلفة، وقيمة النيم لكل واحد مختلفة. تمام؟ واضح الكونستراكتور؟ في حدا عنده سؤال؟